حياكم الله مشاهدينا من جديد. تستمر سامسونج بالارتقاء بمستوى الابتكار التكنولوجي من خلال تقديمها أحدث وسائل التكنولوجيا التي أصبحت جزء رئيسي من حياتنا اليومية. نتعرف على التفاصيل أكثر مع زميلتي خلود في جدة. إليك يا خلود. شكرا لك يا هدى. بالفعل زي ما تفضلتي وذكرتي احنا مستمرين بالحديث عن احدث التقنيات اللي بتقدمها لنا شركه سامسونج، واليوم حيكون حديثنا عن حتكون معلومات قيمه جدا عن اجهزه التفاعل الذكي اللي حيحكينا عنها اكثر مدير العلاقات العامه في شركه سامسونج الاستاذ قصي مختار. يسعد مساك. يسعد مساك. اهلا وسهلا فيك في كل يوم. ترحب فيه ولا رحب فيك؟ لا ارحب فيه، انا ضيف عندكم. يا اهلا وسهلا فيك. احنا بنتكلم عن اجهزه التفاعل الذكي، حكيني عن تقنيه سمارت اكشن انتر اكشن عفوا هذه اللي موجوده بالاجهزه التفاعل الذكي، حكينا عنهم. احنا في السنه الماضيه قدمنا التلفزيونات الذكيه. كان فيها اختلاف بسيط، صار بدل ما المستخدم يستخدم الريموت كنترول عشان يغير القنوات او يسوي اللي يبغى يسويه، دخلنا فيها حاجه اسمها سمارت انتر اكشن. سمارت انتر اكشن هذه بتعتمد على الحركات اليدويه او على الصوت. السنه الماضيه كان في اوامر باللغه الانجليزيه فقط وكان عددها قليل جدا. اوامر بالصوت؟ كان في اوامر بالصوت، تقول صوت التلفزيون فوليوم اب فوليوم داون تشانل 33 حول لك القناه مثلا يعني. هذه السنه زدناها صارت حوالي 300 امر وصار عندك ثلاث لغات. طبعا انتوا بتدلعوا العميل لاقصى حد، يعني انت حتى الصوت ما تتعب نفسك. بالضبط، يعني لسان يكون الحاجات اسهل. تخيل انت مشغوله في شغله في يدك وتعملي تبغى تقول على الصوت، ما تبي تدور على الريموت. الريموت فين؟ هي احلى حاجه تحب الريموت، تحب تختفي في البيت دائما. جدا. ايش السر؟ مش انت بتشتغل بسامسونج؟ والله انا اتوقع انه في رجلين صغار بيطلعوا يختفوا بسرعه، ما اعرف يعني بصراحه ايش اللي بيحصل، بس الريموتات دائما تحب تختفي وبصير فيها مضاربات فاخفيها وتكلمي بصوتك الساعه خلاص. بالضبط. وكان في اوامر كمان حركيه، يعني انا مثلا ممكن ارفع ايدي قدام الشاشه واقول له علي الصوت، وطي الصوت، غير القناه، and so on forth. هذه السنه زدناها، صار عندك اوامر ممكن تكوني مثلا على الصور تصير تعملي كذا، تكبر الصوره تصغر الصوره تقلب الصورة. طب التكبير والتصغير دول ما له علاقة، ما بيأثر على جودة الشاشة؟ هو إذا كانت الصورة يعني ما هي عالية الدقة حتى، بس على الشاشة نفسها لا. 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 على الشاشة نفسها لا، بس إذا كانت الصورة على الشاشة، مش على الشاشة، أنا بتكلم على الصورة اللي في الشاشة. حسب دقة الصورة، إذا كانت دقة الصورة عالية حتى عالية يعني زي ما احنا شايفين الآن أكيد حتكون عالية ما شاء الله. أيوه أنت مبسوطة بالتلفزيون. أيوه أنا حاخده معي وأنا مروحة. أيوه. فزي ما قلت انه صار في عندنا حاجات زادت، في عندنا اللي هو السمارت هاب. لسه كنت حسألك عليه وعلاقته بمواقع التواصل الاجتماعي، اخذتها مني. اوكي، السمارت هاب هذا عباره عن زي ما تقولي بوتقه، كيف بوتقه بس بتعوب عليها دي. كلام كبير ده من بعد امس واللغه العربيه ماشي. كيف؟ البوتقه بتلم لك فيها اشياء عده. طبعا السنه الماضيه كانت صفحه واحده بس. هذه السنه زادت صارت ثلاثه، ومع التحديث الاخير وصلوا لاربع صفحات. بتقدر تنزل ابلكيشنز او تطبيقات على التلفزيون، من ضمنها مثلا العاب زي الانجري بيردز دي اللي بتتلعب على تصير تمسك العصفور وتنهي. أيوة أيوة. بالايد. هذه ممكن تلعب العاب باليد. ايوه بالضبط. واو بالضبط. فصار عندنا مكان اكبر للتطبيقات انها تبان في الصفحات وتغيري ما بين السوشيال نتوركس اللي هي التواصل الاجتماعي، ما بين صور وفيديوز، تقلب الصفحه تروحي لكذا محتوى مختلف داخل التلفزيون في نفس الوقت، يعني بتسوي كم شغله. طبعا من ضمن الاشياء اللي تطورت معانا في التلفزيونات الجديده الذكيه انه زاد المعالج تبعها، صار في قدره اكبر انه يسوي لك حاجات اكثر في نفس الوقت. طيب يعني برضو انا نسيت التواصل الاجتماعي صح؟ انت ما جاوبت على التواصل الاجتماعي. ممكن تنزل تطبيقات التواصل الاجتماعي زي تويتر، فيسبوك، وفي الفيسبوك وانت مثلا ماشيه بتشوف الصور مثلا. انا مش متخيله اشوف الاكونت حقي بتويتر ولا فيسبوك على شاشه زي دي. لا حيكون فضيحه كارثه. ايه ده؟ لا، فاذا رحتي على صوره عجباكي ولا حاجه وحبيت انك انت تعملي لها لايك بدل ما تروحي وتدوسي على زرار ومش عارف ايش، لا اعملي كده بس. يلا اعملي كده، بيعمل لها لايك لحاله بالضبط بيستوعبها. طب يعني اذا مش حابه اعمل لها لايك يعني ديسلايك مثلا خلي ايدك جنبي. طيب
بس فانت ممكن انك تخش على مواقع التواصل الاجتماعي وتتواصلي مع الناس من التلفزيون ايميديتلي، ما تحتاجي لا جوال ولا تحتاجي الكمبيوتر ولا تحتاجي ولا اي شيء. كل مثلا يعني مثلا سكايبي الكلام ده، سكايب موجود، تويتر موجود، فيسبوك موجود، والتطبيقات عددها في ازدياد كل يوم. وفي كاميرا كمان موجودة، كاميرا على اساس سكايب تتكلمي، وعلى اساس زي ما قلت لي قبل الهوا لما نحرك ايدينا بالضبط هي اللي بتشوفيها بتستوعب بالضبط. طب في نقطه برضو يعني نعتبرها، خلينا شويه احنا برضو مش كله بوزيتيف او ايجابي ايجابي، خلينا شويه نيجاتيف يعني. طيب انا لما اشتري جهاز في كل التقنيات هذه، طيب انتم ما شاء الله في سامسونج سريعين، كل مره بتلاقوا في حاجه جديده بتحطوها بالجهاز كل طب انا مثلا اشتريت جهاز السنه هذه، السنه اللي بعدها حس بحباط لما تنزلوا اوبشنز اكثر واكثر. صحيح، نحن الانسان لما يجي يشتري تلفزيون بالذات التلفزيونات الذكيه يعتبر زي استثمار او انفستمنت، فمو معقول ان اشتري تلفزيون هذه السنه احط عليه مبلغ وقدره سنه جايه يطلع تلفزيون احلى منه بكم مره. طبعا فمن السنه الماضيه طبعا الواحد يحس بحباط شويه. صحيح جدا. شركة سامسونج من السنة الماضية عملت وعد انها حتنزل حاجة اسمها سمارت ايفولوشن او التطور الذكي. هي عبارة عن جهاز صغير حيتشبك في التلفزيون، يشترى هذا الجهاز الصغير قيمته يعني لا تذكر. لا تذكر كم يعني؟ ما عندي معلومة بالضبط بكم، لكن يعني بحدود الألف، ألف وشوية ولا حاجة. لا ألف وشوية، أقل من 2000 ريال. هذا قيمته لا تذكر؟ ألف وشوية بالنسبة للتطوير. هذا قيمته بعدين تذكر. تسألوا عنه في المحلات تعرفوا قيمته كم. فالتطوير الذكي هذا بيرقي لك التلفزيون أو المحتوى تبع التلفزيون حقك للمحتوى حق السنة الجاية. فبيصير عندك بدل ما أنت تروح تشتري تلفزيون جديد عشان يصير عندك التقنيات الجديدة، تشتري السمارت إيفولوشن كيت بتحطيها في التلفزيون بيرقي لك الجهاز. بالضبط يعني بيعمل ابديت وتحديث فمثلا مثلا انا التلفزيون السنه الماضيه اشتريته كان دول كور بروسيسور او انه البروسيسور معالج ثنائي النوى، هحط الايفولوشن كيت صار رباعي النوى. مثلا كان عندي السمارت هاب كان فيها صفحه واحده، حيعمل السمارت هاب فيه اربع صفحات، حيديني الاوبشنز تبعت التلفزيونات الجديده. فكل سنه طبعا هذه البرومس احنا او العهد قطعينه لهذا على 5 سنوات، صار الواحد عنده 5 سنوات يعني محصن. تلفزيونك متى اشتريته؟ التلفزيون اشتريته السنه هذه. انا كنت ابغى اسالك ايش الفرق بين التلفزيون السنه الماضيه والسنه هذه؟ الفرق بين التلفزيونات ذكرتها قبل شويه من ضمن السياق الحديث، ما شاء الله علينا ما نعرف اسكت. ف يعني اعطيني بريك شويه، خلينا نقول كلمه. زي ما قلنا انه احنا من السنه الماضيه كان عندنا الكاميرات موجوده، بس الفرق صار عندنا بدل الثلاثه صفحات كانت على السمارت هاب صاروا 4. اوكي. بدل الاوامر الذكيه ما كانوا حوالي عشرات الاوامر صاروا 300. اوكي. بدل ما كان لغه واحده صاروا 3 لغات اللي هي صارت عربي وانجليزي وفرنسي في الريجن، تعرف مين اللي هي ميدل ايست ونورث افريكا، الشرق الاوسط وشمال افريقيا. على كده السنه الجايه ممكن تصير 300 لغه يعني ولا لا؟ هم ميدل ايست ونورث افريكا معروفين بيتكلموا العربي والانجليزي وفرنسي. اوكي حلو فرنسي يعني. مش عارفه والله يا استاذ قصي ايش الحكايه معك اليوم، مره بوتقه ومره فرنسي. اوكي بالضبط متعوب علي اليوم انا. فما اعرف طب تلفزيون زي ده، سؤال يطرح نفسه، هذا السؤال بصراحه من دماغي انا ابغى اعرف، تلفزيون زي ده الله بليم ما شاء الله مش مخليين، فتلفزيون زي هذا فين ممكن يخدمني؟ تلفزيون قصدك السمارت تي في ولا التلفزيون الكبير اللي زي ده تحديدا؟ انا بتكلم على ده. هذا يحتاج طبعا الى مساحه، انت عارف تحتاج الى مثلا في ما شاء الله بيوت عندنا بتكون فيها المجالس كبيره واسعه، فتحتاج الى تلفزيون يكون شاشته كبيره. وفي ناس اللي هي تحب البرفكشن في حياتها، فهذه بيعطيك البرفكت بيكتشر والبرفكت ديزاين للبرفكت بليس اللي بيكون للناس اللي حابة هذا الذوق الرفيع من الأشياء. وفي تحكم بالجوال من الأجهزة هذه؟ بالجوال، بالصوت، باليد، بنفس كلكم بقولوا يعني. تمام. أنا لسه والله ماشية أمس، ما أدري إذا نفس الجهاز ده ولا لا، شفته بالكافيهات الكبيرة بيحطوا أجهزة زي دي، فيعني تهيألي كمان الأجهزة دي تفيد في الأماكن اللي زي كده. في الكوفي شوبس ممكن تفيده، بس ما اتوقع انه هذا تحديدا، ممكن يكون الاصغر منه شوي اللي هو 75 بوصه. برضه بيكون سمارت تي في وفي هذه الاشياء، بس هذا زي ما قلت لك انه هذا بريميوم ليتل بيت، يعني بيكون في الاماكن اللي هي في البيوت، في القصور، في البيوت الكبيره. طب ما هي حساسه الاجهزه دي تعتبر؟ التلفزيونات عموما الشاشات نفسها بتكون ديليكت يعني خفيفه، اي خبطه فيها رازعه ممكن تاثر عليها عموما على الاطلاق، ولكن لا بالنسبه لصناعه سامسونج يعني صناعه
متينه زي ما يقول التلفزيون ما هو حساس لهذيك الدرجه. لا. انا بصراحه بدي ادخل التجربه دي، حكايه اني انا اجرب. انت قلت لي باليد من بعد؟ مزبوط، باليد من بعد اقدر اختار ايه بالضبط؟ قناه، اختار اي اوبشن؟ تقدر تختاري كل شيء، تقدر تتحكم بالجهاز كامل. فتبي تجربي؟ انا ابغى اجرب، بس خليني اسال الكنترول. نقدر نروح نشوف الشاشه؟ اوكي يلا ثواني. ايوه احنا حنروح للمونيتور ده او الشاشه دي. الكبيره. أوكي. طيب اوكي، لاني بتكلم على الكنترول فحابه اعرف. أوكي. طيب كيف ممكن اتحكم في دي؟ اوكي طيب. توقفي قدام الكاميرا. قدامك في النص. اوقف قدام الكاميرا؟ لا هنا 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 في النص، بس يعني انه تكوني عموديه. ما ادري انا ظاهره امام الشاشه حيكون اوكي. طيب ارفع ايدك. خليني بالضبط بالضبط. اوكي بالضبط. اعملي حركه بس بشويش كده، حركه على باتجاه عكس عقارب الساعه، دائريه صغيره، دائريه بشويش كده بالضبط. ما هي دائريه صغيره بالنسبه ليدي. طيب اجرب انا؟ يا ريت. طيب ايه ده راحت معايا. طيب اوكي حنعمل حركه دائريه. اوكي حترجع لبرا مثلا. خلينا نحط الجوال، مش عارف ابغى اختار مثلا اوكي الصوره دي الاقلام. أيوه. اوكي حتقفل يدك كده. اوكي حتختاريها. اوكي هي طلعت معنا صوره. لا ما طلعت لسه. اوكي طب ابغى اللي بعدها. ثواني بس عشان اوريك كيف تكبر الصوره. اوكي قفلنا اليدين. نسحب كده، هي كبرت. ممكن اجرب الحكايه دي؟ طيب عندي فضول اجرب. يعني المطلوب انا احط الكروت اخليها بيتي مع المشاهدين الكرام. اول شيء اليد اليمين. اوكي اليد اليمين قدام الكاميرا. اوكي بالضبط. حط يدك الثانيه جنبها. انا الكاميرا دحين لقطتني خلاص. قرب يدك الشمال من اليمين بالضبط. اوكي اوكي اقفل اليد اليمين والشمال. يلا بعيديهم عن بعض. اوكي ما ادري الكاميرا جايبه معانا الصوره دي. اوكي طيب اطلب لا تصدق انا سالتك سؤال، قلت لك هل بيأثر على ريزوليوشن او الجوده او الكواليتي حق الشاشه؟ قلت لي لا فعلا ما بيأثر شيء. اوكي طب اوريك شيء ثاني. اوريك شيء ثاني بس. طب انا ردي يدي. طب اوكي ليه ما رجعت؟ تزري. اوكي انا مش عارف اسيب. يدي علقت، هاتوا لي يدي. اوكي كان ممكن كمان ايش؟ نحن نديله امر ايش؟ قلب الصوره. او ترجعها مكانها ثاني. ايوه بالضبط. اوكي. ممكن انا ارجع للشاشه ايوه انا قبلها. اوكي الشاشه الرئيسيه ابغى. بالضبط. انت بتعمل ايه؟ بعمل سحر. سحر. فهذه فاحنا ممكن ايش كمان؟ عشان نروح الصفحه اللي بعدها نروح نعمل كده. شوفي الصفحه لكم فوق. نعمل كده. شفتي كده؟ لكم هي. شوفي شوفي يدي. اعمل كده. اقلب بين الصفحات. بس استاذ قصي يعني مع اقل حركه بتشطح اليد لبعيد، ايه ده؟ حساسه مره. دي لازم النتورك. اوكي لازم يكون شابك على الانترنت، مش ضروري يكون دحين. اوكي اوكي هذه هي كل الانفورميشنز اللي متعلقه يعني هذه هذا سمارت هاب الان هو ثلاثه، بس طبعا بعد التحديث حيصيروا اربع صفحات عندك. دحين نشوف هذه كلها ابلكيشن، ده تويتر اهو، فيسبوك. طب الطفل لما يلعب انجري بيرد يقدر يلعب فيها دي ولا؟ ايوه عادي عادي بيمسك العصفورة زي ما بيمسكها. طب الكاميرا فوق لا لا بتشوفها هي الكاميرا بتشوف على مسافة كبيرة. طبعا هذه واحدة من الاختلافات، بتاخذ على حوالي 75 درجة. تمام. ممكن تعرف على أكثر من شخص. فيسبوك ولا مش لا مش ليش؟ ما في نت، مش فاكر على النت. وفي مواقع والأخبار اليوتيوب وأخبار واستكانة، وفي كذا أبلكيشن وأبلكيشنز قاعدة. لو فتحت الكاميرا حيطلع معنا ايه؟ حيطلع معنا احنا. لا والله؟ طيب اوكي. انت فتحتها. طب لا 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 اقفلها اقفلها. طيب خلاص بلاش. خلاص اوكي. خلاص اوكي احنا حنرجع نجلس مره ثانيه. خلاص شيلوا ايوه شيل الكاميرا. اوكي طلعنا كده كده طلعنا على الهواء كلنا والكاميرا مان. طيب اوكي يعني انت بالطريقه دي بتسهل على المشتري او العميل، بتسهل عليه اشياء كثيره وبنفس الوقت. طب هي بتحسها عملية يعني؟ بتحس انه الموضوع يعني مش صار حساس بزيادة؟ هي ما هي حساسية، هي مجرد تسهيل حياة الإنسان. يعني هي فعلا مش قصة حساس انه صار الجهاز يعني vulnerable او زي ما بيقولوا ضعيف ما بتحمل. بالعكس يعني اجهزتنا زي ما معروفة انه بناخذ احنا الرقم واحد في العالم لمدة 7 سنوات متواصلة. سواء كان من ديزاين او متانة تلفزيون صناعته او الريزولوشن تبع الشاشة.
يعني الإضافات هذه بتثري حياة الإنسان، بصير عنده تحكم أسهل في تلفزيونه. صحيح صحيح. والله يا أستاذ قصي إحنا بننبهر كل يوم في التكنولوجيا اللي دائما بتقدم لنا أشياء. يمكن في ناس بتقول لك لا هذه من ناحية سلبية، لا ديك بتخلي الواحد كسلان، بتدلع الواحد بزيادة وتخليه بيعتمد على المجهود الشخصي له. لا بالعكس، إحنا عندنا أشياء، شوفي في برنامج اسمه فتنس كمان، يس هذا بيجيب لك مدرب شخصي. كثير بصراحة أنتوا بزيادة كده. مدرب شخصي بتروح بتعملي معاه التمارين الرياضية. في كمان أبليكيشنز بتتربط معها، إنه بيكون في دراجة جت بتشتريها اسمها سايبر بايك، دراجة هوائية للتمارين الرياضية بطريقة مريحة. بيطلع لك في التلفزيون واحد بيمشي في ريلوي، كل ما أو بسكليت أو whatever، يعني في كذا لعبة، كل ما بتمشي بيمشي هو، بتلف يمين بيلف يمين معاك شمال. جميل. فتعتبر زي لعبة. فتنس هذا. بالضبط. اوكي اللي في النص ده. ففي حاجات ممكن الواحد يستفيدها. احنا دائما عندنا تقنيه او اي حاجه جديده بتجي لها ايجابيات ولها سلبيات. انت فين حتكوني؟ فين في في بين الايجابيات وبين السلبيات؟ انا عارف بعد ما اختم الفقره لازم اجلس العب لكم فيه، واجلس العب بيدي واحطه طلع انزل الشاشه. بس بعد الفاصل وبعد يعني بعد ما نخرج من الفقرة. يعطيك ألف عافية أستاذ قصي، وشكرا لك ولتقنية سامسونج. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. شكرا لك. إذا مشاهدينا الكرام، بعد هذه الفقرة ما زالت فقرات سيدتي مستمرة، ولكن بعد فاصل قصير خليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل، لموسم الشتاء نقدم لك أحدث خطوط الموضة في المعاطف لتنعمي بالدفء الأنيق.